الشعب الفلسطيني سيكون حرا يوما ما وبشكل أو بآخر. اخترنا الطريق السلمي، الطريق الذي ينادي به المجتمع الدولي، فلا تدعوا إسرائيل تطبق خطأنا لأجلنا ولأجلهم. هذا الوقت ليس بوقت نترك فيه إسرائيل تؤكد أن الخيارات المزدوجة هي التي تسود، بل أن عليها أن تغير سلوكها. هذا هو طريق السلام عندما لا يقتل لا إسرائيلي ولا فلسطيني، وهو التوجه الذي تعارضه إسرائيل. فإسرائيل دائما تقول الحصار والاعتداء المستمر على غزة هي لتدمير حماس وقدراته العسكرية ولضمان الأمن، لكن كما هو واضح وكما هو متوقع أيضا، فإن هذا الحصار والاعتداءات لم تحقق أي من الأمرين. الأمر الوحيد هو المعاناة البشعة على المجتمع المدني. فقد حان الوقت الآن لنهاية فورية للعنف وسفك الدماء، والوقت أيضا حان لإنهاء هذا الحصار وفتح الأفق السياسية. عندما تحاول إسرائيل أن تبرر اعتداء آخر، فيجب أن لا يأتي أي أحد ليقول أو يفعل شيء لتشجيعهم ليستمروا على هذا المسار. نحن نعرف أن الرسائل التي تأتينا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ستفسرها إسرائيل كرخصة للقتل ولملاحقة المسار الذي أدى بنا إلى هذه المرحلة. مقتل أكثر من 300 قتلوا في يوم واحد بما فيهم أطفال، وبعضهم لم يصل عمره شهرا، وأسر كاملة قتلت أثناء نومها. هل هذا سيحقق الأمن؟ هل هذا سيدفع السلام إلى الأمام؟ أين الحماية الدولية؟ الشعب الفلسطيني يستحق هذه الحماية. عندما تقوم القوات المحتلة بانتهاك القانون الدولي بحقها أن تحصل على الحماية. أليست الأرواح الفلسطينية تستحق الحماية؟ قتل الأطفال الفلسطينيين في الأراضي محتلة كان يمكن أن نتجنبها. أليس هذا بالتزام قانوني وأخلاقي ومساهمة للسلام؟ لماذا لم يتم أي شيء عندما قتل هؤلاء الفلسطينيين؟ نحن بحاجة لأن نفكر بشكل ملي بأي منطق نريد أن نراه يسود هنا. هل هو انتقام؟ عندها فإن الفلسطينيين وكثر منهم سيشعرون أن لديهم الكثير لينتقموا من أجله.